السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد هاروم من شركة بروج العقارية. اليوم جينا نصور لكم شقة 3 غرف صالة في منطقة أكشابات يلزل توكي، البناية الحكومية معروفة. الشقق اللي فيها شقق اقتصادية بأسعار مناسبة جدا. طبعا المنطقة هذه معروفة بالخدمات اللي فيها، قريبة من الخدمات، سهل الوصول لها. من الخدمات المتوفرة داخل المجمع عندنا مواقف سيارات مفتوحة، ألعاب أطفال، مساحات خضراء، وأيضا سوبر ماركت. تعالوا معنا على أرض الواقع نشوف الشقة. والآن وصلنا الدور الخامس. طبعا الشقة 3 غرف صالة، مساحتها 135 متر مربع. طبعا الشقة مؤثثة بالكامل زي ما شايفين. عندنا في المدخل أول شيء دولاب الأحذية والعبايات، بعدها مقابلنا على طول دورة مياه الله يكرمكم، منها نتوجه للصالة جنبها على طول. تفضل معنا. طبعا زي ما ذكرنا الشقة مؤثثة بالكامل زي ما شايفين، طقم الكنب وبالإضافة المكيفات، التلفزيون، الثلاجة، وباقي الغرف كلها لها أثاث كامل. طبعا نشوف من هنا إطلالة الصالة، لها إطلالة جزئية على البحر. وأيضا في البلكونة من ضمن الصالة، بلكونة مساحتها معقولة صغيرة، هذا أيضا لها إطلالة على البحر. بعدها نتوجه للمطبخ جنب الصالة على طول. طبعا زي ما انتم شايفين الدولاب راكب بالكامل، دولاب المطبخ، عندنا الثلاجة ايضا، وايضا في السخان، هذا السخان اللي بيخدم الشقة بالكامل. بعدها نتوجه لباقي الغرف. عندنا هنا الغرفة الاولى، هذه على شكل غرفة أطفال زي ما شايفين، في السرير بدورين، بعدها في الدولاب المدفون، هذا يكون داخل الجدار، بالإضافة مركبين دولاب ثاني هذا خارجي. جانبها على طول الغرفة الثانية، هذا أيضا ممكن تصير غرفة أطفال زي ما شايفين بالكامل، عندنا الدولاب، تسريحة، والسرير أيضا. مقابلنا هنا على طول دورة مياه رئيسية، البانيو. جنبها على طول الغرفة الرئيسية، غرفة النوم الرئيسية هذه. تفضل معنا. زي ما تشايفين مخدومة بالكامل، في الدولاب، السرير، التسريحة أيضا، ولها إطلالة جزئية على الطبيعة أيضا. وفي نهاية الفيديو أتمنى الفيديو يكون عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك، ودمتم في أمان الله.